ولا يمكن القول بالديمقراطية في مجتمعات فاقدة لمرتكزات البنى التحتية ويتفشى فيها الخراب والفساد والمحسوبية والآليات العتيقة في التفاعل والتعامل مع التحديات وعدم القدرة على تلبية أبسط الحاجات. ولا توجد دولة ديمقراطية في الأرض يتنافس فيها أكثر من 100 حزب أو فئة. حتى في الهند فإن التنافس يكون بين بضعة أحزاب، وفي الدول الديمقراطية القوية يكون التنافس بين حزبين أو ثلاثة لا غير. فكيف يمكن القول بأن ما يجري هو سلوك ديمقراطي؟ وعلى المجتمع العراقي أن يعي بأن هذه التكتلات والفئات المئوية والأعداد لا يمكنها أن تكون ديمقراطية، وعلى المجتمع أن يتعلم كيف يختصرها باثنين أو ثلاثة، ويكون التنافس على البرامج الوطنية وليس التكتلات الفئوية والتحزبات المقيتة.